بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالوقت الوجود، مرحبا بندر، مرحبا بالجميع. مرحبا شاهد، مشاعل، وفاء، بشرى، غالية، سكينة، شاهد، عبد الرحمن، مرحبا بكم جميعا، هناء، كيا، سعيد جدا بتواجدكم اليوم معنا في لقاء اليوم، مرحبا هناء. شكرا يا غالي. مرحبا يا شاعر، ننتظر دخول البقية ونبدأ اللقاء إن شاء الله، ولكن في الإداري هل لديكم سؤال نجيب عليه؟ مرحبا خلود، سارة، هل يوجد سؤال؟ هل يوجد استفسار؟ هناك الكثير من الدخول والخروج للقاعة، وهذا يصدر صوت مزعج في الحقيقة. مرحبا يا ريما. يسعد مساك صح. مرحبا شماء، أمل، مرحبا بيك، مساء الخير ليلى، مرحبا سارة، نوف، فاطمة، هل الصوت واضح ولا غير واضح؟ ممتاز. إذن لعلنا وقفنا المرة الماضية عند المحاضرة التاسعة، خلصنا المحاضرة التاسعة المرة الفاتت، خلصنا العاشرة. خلصنا 12. شكرا يا مشاعر، شكرا يا وفاء، ممتاز. إذا نبدأ لقائنا ببعض الأسئلة كالعادة، إذا نعطيكم 5 أسئلة للمراجعة. أسئلة صح وخطأ، وننظر من يعطينا الإجابة الصحيحة ويكون الأول في ذلك. جاهزين؟ ما
ممتاز. اذا هو كان في لا ادري هناك خلل في البرنامج ام ماذا، ولكن هناك صوت كثير يصدره لدخول وخروج الطلاب، نرجو ان نتجاوز ذلك. اذا السؤال الاول، السؤال الاول هو كالاتي: صح او خطا، الاستقطاب هو عمليه فرز المترشحين. ما شاء الله، ريما تعطينا الاجابه الصحيحه الاولى، وشماعة اعطت الاجابه قبل ما نبدا وقالت صح، في حين ان الاجابه هي خطا. نعيد السؤال. اذا ريما تسجل النقطه الاولى، إذا النقطة الأولى لما السؤال هو كالآتي: الاستقطاب هو عملية فرز المترشحين، وهذا خطأ. الاستقطاب هو، نعم هنا أحسنتي، هو جذب المترشحين. ممتاز. السؤال الثاني: صح أو خطأ، أول خطوة من خطوات استقطاب واختيار الموارد البشرية هو تحديد الاحتياجات. خطأ. إذا من صاحب الإجابة الصحيحة؟ إذا في ناس مجهزة الإجابة قبل ما نطرح السؤال، لكن إجابتهم كانت خاطئة. والبشرى هي صاحبة الإجابة الصحيحة. بشرى إذا قالت خطأ، نعم إجابتها صحيحة. أول خطوة من خطوات عملية الاستقطاب هي تحديد القوى العاملة، وكان السؤال كالآتي: أول خطوة من خطوات عملية الاستقطاب واختيار الموارد البشرية هي تحديد الاحتياجات، وهذا خطأ. الخطوة الأولى هي تخطيط القوى العامة. نوال تقول نبي أسئلة جديدة، هم محضرين وجاهزين. هل هذه أسئلة جديدة أو قديمة؟ أنا أول مرة أطرح سؤال، أنا لا أجهز الأسئلة في الحقيقة، الأسئلة هي وليدة اللحظة. ولا ادري ان كانت ذاكرتي بهذه الدرجه حتى تعطينا كل مره نفس الاسئله، يصعب. انا نعرف ذاكرتي مش بهذا. الله يبارك لك مشاعر. نواصل. اذا سؤال اخر: هناك ثلاثة مصادر للاستقطاب، صح أم خطأ؟ بشرى تقول خطأ. وتتفوق بشرى. تتفوق بشرى ما شاء الله. بشرى عسى ما تكون مجهزة للإجابة من الأول. بشرى مجهزة للإجابة من الأول بشرى، ولا استمعت للسؤال؟ مستحيل غالية، بقول أنا مستحيل أجيب صح. إذا كل واحد كل واحد نقاط قوته، إذا هي داخلية وخارجية. إذا عندنا الآن ريما نقطة، بشرى نقطتين، بشرى نقطتين وريما نقطة. السؤال الآخر يقول: هو كالآتي من المصادر الداخلية للاستقطاب: الترقية. صحيح. السؤال هذا أبسط منه مفيش. من صاحب الإجابة الصحيحة؟ نجود. نجود إذا تدخل للترتيب تعطينا الإجابة الصحيحة. نعم نعم نجود، نعم ممتاز. إذا السؤال الأخير، إذا سؤال أخير
الأخذ بآراء الخبراء وأساتذة الجامعة هو ميناء المصادر الداخلية. سنشوف إذا من كالعادة هناك من حط الإجابة على طول دون تفكير ووقع في الفخ، ولكن حقيقة بشرى أعطتنا الإجابة مصادر خارجية، ضحى أعطتنا أيضا الإجابة مصادر خارجية، لكن ريما هي اللي قالت صح أول واحدة، وبالتالي ريما تعادل النتيجة مع بشرى ويصبحوا الاثنين متساويين في النتيجة. إذا نعيد السؤال، الأخذ بآراء الخبراء وأساتذة الجامعة قلنا هو من المصادر الداخلية للاستقطاب، ولا خطأ هما من المصادر الخارجية. عندنا اليوم تعادل في النتيجة بين ريما وبشرى 2-2، ونجود دخلت المجموعة الكوكبة وكانت عندها إجابة صحيحة. تحية لريما وبشرى ونجود، وتحية للجميع على التفاعل. كلكم بالحقيقة فايزين، لا يوجد أحلى وأمتع من هذا الفوز، أنه كلنا نكون متفاعلين مع بعض وأن كلنا نكون متحمسين. حقيقة تحية كبرى لكم جميعا، ما شاء الله عليكم، مجموعة وكوكبة طيبة ما شاء الله عليكم. ثلاثي المرة الجاية إن شاء الله. إذا نبدأ الآن محاضرتنا ونمشي للمحاضرة رقم 13، إذا محاضرة 13 نتكلم فيها على المقابلات. عفوا الثاني عشر بالحقيقة، مش 13، المحاضرة 12، ونتكلم على معايير الاختيار. كنا قد بدأنا مع أول معيار المرة الماضية وهو مستوى التعليم. إذا مستوى التعليم قلنا أول معيار، هذا نصنف مع بعضنا نعددهم يلا مع بعض. إذا من معايير الاختيار أيضا نجد الخبرة السابقة، نجد الصفات البدنية أيضا، نعم بشرى وفاء أحسنتي، إذا الصفات الشخصية، المعرفة السابقة للشخص. إذا هذه هي المعايير التي نعتمدها لاختيار الشخص. من إجراءات الاختيار نجد المقابلات المبدئية، أول شيء المقابلات المبدئية، ثم ماذا؟ ثم الخطوة الثانية هي طلب التوظيف، الحقيقة عندي سؤال لكم في النقطة هذه. الكاتب هنا يقول أن المقابلة المبدئية تأتي أولا ثم طلب التوظيف ثانيا، شو رأيك؟ من واقع الحياة اللي تقدموا فيكم للوظائف، ما الشيء أو الخطوة التي كانت تسبق الأخرى؟ تقدم طلب وبعدين ينادوك لمقابلة مبدئية، ولا تحضر مقابلة مبدئية وبعد يقولون لك ارسل السي في؟ وبالحقيقة عادة أول نقطة تواصل بينك وبين الشركة تكون السي في فيرست، نعم يا ريما. إذا أول شيء ترسل السي في وبعد ينادوك لمقابلة مبدئية، لكن الكاتب هنا ربما تكلم على المقابلة المبدئية ثم طلب التوظيف، لكن في الغالب العكس هو الصحيح. لاحظوا معايا انه غالية تقول دكتور مو كل الوظائف، لو تشرح لنا يا غالية. الترتيب مهم يا هناء،
واحنا في الحقيقة نمشي على ترتيب المرجع المعتمد، ولكن انا فقط حبيت اشير الى هذه النقطه. ايضا سؤال ليكم بعدين نتكلم على الاختبارات، وبعد الاختبارات بعدين راح نشوف انه في هناك انواع اخرى من اللقاءات او المقابلات، فبالتالي حبيت نستفسر نوعا ما على موضوع المقابلات المبدئية، ما الهدف منها؟ إذا كنا احنا فيما بعد سوف تكون لنا مقابلات تقييمية، فما الهدف من المقابلات المبدئية؟ هل هي مهمة أم لا؟ يا مريم في الامتحان تمشي على المرجع المعتمد. هي مهمة نعم. أين تكمن أهميتها؟ أنا أعتقد أن المقابلة المبدئية في الحقيقة مهمة ومهمة للغاية، وفيها كل تعرف على الشخص، التأثير على الفرد، لا ما بدنا نأثر على الفرد، معرفة الشخص المتقدم، مستوى المتقدم لتحديد الوظيفة، في الحقيقة هي مهمة للطرفين، مهمة للمترشح ومهمة للشركة. لماذا؟ لأنه بالنسبة للشركة مهمة حتى نتعرف على الشخص ونقارن بين ما تم إرساله من معلومات في السي في وواقع الأمر. نطرح عليكم سؤال، هل السي في في الحقيقة يعكس تماما الشخص، وهل كل من يكتب السي في يكتب بضمير ويحط الأشياء كما هي، ولا يحط من هنا ومن هنا ويزين؟ في بهارات نعم، في بهارات، في لمسة سحرية، فبالتالي يمكن انه نحن نطلب شخص يكون متمكن من الانجليزية وفلوينت، وهو يكتب انه high level of proficiency، وبعدين احنا لما نسوي اللقاء نشوف انه عنده شهادات، ولكن لما نطلب منه انه يتكلم لا نجد معناها تلك ال لا نجد تلك القدرة. نعم كثير، انا اذكر كثير ناس في لي تبعهم مليئين شهادات، ولكن للاسف المخبر ليس كالمخبر. نعم حقيقة لهذا المقابلة المبدئية مهمة بالنسبة للشركة، لكن أيضا هناك أهمية أخرى بالنسبة للشركة تكمن في المقابلة المبدئية. ما هي؟ هو في الحقيقة الشركة تعطي معلومات للمترشح، المقابلة المبدئية تعطي الشركة جملة من المعلومات للمترشح على الوظيفة، امتيازاتها، على صعوباتها، على طبيعتها، على كل شيء. وهذا لماذا؟ حرصا منها ان يتمكن المترشح من فهم الوظيفة، وبالتالي اما ان يقرر ان يواصل في العملية او ينسحب، وهذا منذ البداية. اذا ان ياخذ قرار، هذه المقابلة المبدئية تمكننا من مساعدة المترشح على أخذ قرار، إما يكمل وإما يغادر، وهذا مهم بالنسبة لنا. لماذا؟ حتى لا نتورط مع شخص ويمر معنا في كامل مراحل عملية الاختيار ويتم اختياره في النهاية، وبعدين لما يدخل الشركة أو من أول يوم يرجع للبيت وما يجي من بكرة فيغادر الشركة. للأسف نكون احنا خسرنا أشياء كثيرة من أول يوم غادرنا أو من أول أسبوع، وبالتالي قمنا بتلك الخسائر وذلك المجهود، وقمنا برفض أشخاص كثار من أجل هذا الشخص، وفي النهاية بعد ما تم استقطابه وبعد ما تم إعطائه تلك الوظيفة يتركنا بسهولة، فبالتالي ما ودنا نجد أنفسنا في هذه الوضع. إذا قلنا أول خطوة هي حسب الكاتب المقابلة المبدئية، ثاني خطوة هي طلب التوظف أو التوظيف، ثالثا
الاختبارات. وما أدراك ما الاختبارات؟ والاختبارات فيها أنواع. أول أنواع الاختبارات هي الاختبارات الشخصية، إذا هي تكشف عن جوانب الشخصية. مثلا واحد شخصيته قد تكون شخصيته مات، شخصيته منغلق منطوية. واحد ثاني قد تكون شخصيته فيها جانب من المخاطر وأخذ نوعا ما من المغامرة، وواحد آخر شخصيته فيها نوع من التحدي، مرة تكون مريض نفساني. هذه أشياء إكستريم، هذه أشياء فيها معناها ربما تمشي بنا إلى أشياء بعيدة، ولكن نحن في الحقيقة هناك شخصيات مختلفة، ونعرف أن كل وظيفة ربما تتماشى معها شخصية معينة. مثلا لو نتكلم على شخصية المندوب المبيعات، ما هي الشخصية المثلى لمندوب المبيعات؟ لابد أن يكون شخصية اجتماعي بشوش متفاهم، نعم أحسنتي غالية، مبتهج متكلم تلق، نعم اجتماعي محبوب أو بشوش مهرة، باله طويل صار، نعم إذا صبور مرن لبق ما شاء الله حب المغامرة. إذا لو نتكلم مثلا على شخصية المفاوض، مثلا لو نتكلم على شخصية المفاوض مش المندوب المبيعات، مثلا نتكلم على مستشار قانوني يتكلم أو يفاوض باسم الشركة، كيف بتكون؟ هادي سياسي جدي حكيم، هل هو بنفس مستوى البشاشة بشاشة التصوير؟ لا مش نفس المستوى. إذا لابد أن يكون نعم، ربما تكون غالي رسمي داهي. إذا في مواصفات أخرى شخصية، لو نتكلم على المحاسب مثلا شخصية أخرى، لو نتكلم على مدير الإنتاج ربما شخصية أخرى، لو نتكلم على المراكز القيادية شخصية أخرى، لو نتكلم على العمال شخصية أخرى. إذا تختلف الشخصية حسب المستوى وحسب المركز. إذا تخيلوا معايا مثلا مركز قيادي، والشخص اللي في ذلك المركز هو شخصية انطوائية وغير مغامرة، تخاف من المغامرة، وشخصية انطوائية وصعب جدا الاقتراب منها، صعب جدا التحدث معها. إذا هذا يصبح شخصية قيادية من نوع الشخصية الأوتقراطية، القيادية الأوتقراطية اللي هي تستعمل السلطة وغيره، بالتالي هي شخصية قيادية لا تنفع مع طبيعة الشركات الحديثة التي هي مبنية أساسا على العمل الجماعي. إذن بعد اختبارات النفسية الشخصية هناك اختبارات القدرات الذهنية، أكثركم يعرفها متعود عليها، إذا حتى قبل دخول الجامعة في اختبار قدرات. إذا الهدف منها ماذا؟ الهدف منها تحديد مستوى القدرات الذهنية للمترشح، هل هو ذكي مش ذكي، عنده سرعة بديهة، عنده تركيز، عنده قدرة على التذكر، ذاكرته قوية. إذا هذه هي اختبارات القدرات الذهنية، بحاث كل الاستنباط، التصور البصري، نعم ريما أحسنت. إذا آخر ثالث نوع من الاختبارات هو اختبارات الأداء. اختبارات الأداء هو في الحقيقة متعلق بطبيعة العمل، يختلف حسب الوظيفة نفسها. لو نتكلم مثلا على وظيفة مهندس ميكانيكي، ما الذي يمكن أن يكون كاختبار أداء؟ إذا حتى نختبره ونختبر أداءه في وظيفة مهندس ميكانيكي،
ما هو الاختبار اللي يمكن اللي نعطيه لهذا المهندس؟ غالي يدخل عملي، عملي نعطيه آلة يصلحها، هناء يا عم بندر نعطيه سيارة يصلحها، لأن هو هاندز أون تيست، تمرين عملي يقوم به المترشح وننظر إذا كان قادر على أدائه أم لا. هذا بالنسبة للميكانيكي مثلا. نتكلم على مدير الموارد البشرية، ما الذي يمكن أن يكون كاختبار أداء؟ شاهد تقول يكتب خطة الإصلاح ويطبقها، ماذا يعني مين؟ مدير الموارد البشرية، هل هناك اختبار أداء يمكن أن يقوم به؟ شاهد تقول للمهندس، فهمت؟ نطلب منه خطة استراتيجية. لا ما فهمت ليش؟ هل في اختبارات عملية لمدير الموارد البشرية؟ في ولا ما في؟ القدرة على تحليل الشخصية، ليش ريم وخلود خلوماتيه؟ لا في اختبارات عملية لمدير الموارد البشرية، نعطيه تمارينات، يقوم بتمارين، مثلا تمارين رواتب، يحسب لنا الرواتب، هل هو متمكن من القوانين، من حتى نشوفه قادر على إذا الاستقطاع و والامور هذه حتى يعطينا صحه الراتب. اذا يمكن نعطي تمرين اخر عملي، هو دوره انه مثلا يفض النزاعات، انه في الحقيقه يصالح بين المتخاصمين، فربما نحطه في وضعيه فيها موظفين اثنين متخاصمين وننظر كيف يصلح بينهم، كيف يدير الوضعيه. يمكن مثل ما قال احد زملائكم نعطيه خطه استراتيجيه، نطلب منه بناء تحديد الاحتياجات المستقبليه في الموارد البشريه، هذه المعطيات اللي عندنا، ومن خلال هذه المعطيات حاول انك تبني تحدد لنا احتياجاتنا المستقبليه وتحدد ملامح الخطه التي يمكن ان نعتمدها لتجاوز العجز او الفقر. ممتاز. اذا نعم هو شاهد، نعم رول بلاي، هو لعب دور، نحطه في وضعيه ويحاول انه يلعب الدور، ويمكن انه يكون تمارين عملي حسابي يقوم به، ويمكن تمارين تحليلي تخطيطي يقوم به. اختبارات سرعه الاستجابه هي اختبارات، حتى نشوف انه الانسان يكون عنده سرعه استجابه ولا لا. سرعه الاستجابه اما ان تكون جسديه ويمكن ان تكون ذهنيه ايضا. إما سرعة الاستجابة البدنية بالنسبة للوظائف البدنية، وإما أن تكون سرعة استجابة ذهنية للوظائف التي يحتاج فيها الإنسان عمق في الفكر وتحليل نقدي وقدرة على التفكير. إذا في الحقيقة الاختبارات هذه رائعة جدا، ومجال كبير للإبداع والأفكار الجميلة والجيدة. وفي الحقيقة لو تدخلوا على النت تشوفوا الاختبارات كثيرة وكثيرة جدا، وربما فيكم سواء كنت الآن أنت كمدير موارد بشري بإمكانك أن تجد قائمة كثيرة من هذه الاختبارات وتعتمدها في اختيار الأفضل من بين المترشحين، أو أيضا يمكن أن تستخدمها أنت أيضا حتى تجهز نفسك ربما لوظائف قادمة، وحتى تكون جاهز للاختبارات إذا ما وجدت نفسك أمامها. فهي تمارين أيضا تخلينا في الحقيقة جاهزين، وتخلينا أيضا نفهم بعض ملامح شخصيتنا ونتعرف على أنفسنا، وبالتالي نتعرف على الوظائف الأفضل بالنسبة لنا ونحدد أفضل الخيارات بالنسبة لنا على مستوى الوظيفة ومشوارنا المهني. شاهد تقول كفيلة بتحديد قدرة الأشخاص العقلية والعملية. ممتاز. إذا نمشي للمحاضرة الثالثة عشر، نتكلم فيها على نوع آخر أو خطوة أخرى من خطوات الاختيار، ألا وهي
المقابلات. والمقابلات أنواع وأشكال، لازم نشوفها مع بعضنا. إذن أول أنواع هي ماذا؟ يلا نعددها مع بعضنا. المقابلات الفردية، 2، المقابلات الجماعية، إذن يا إما فردية وإما جماعية، ممتاز. أحسنت يا دانيا يا بشرى. إذن الموجهة وعكس الموجهة ليش؟ إذن المخططة هي المخططة ولا الموجهة نفس الشيء عكس ماذا؟ غير المخططة. نعم يا أمل، شو الفرق بين اللقاءات المخططة واللقاءات الغير مخططة؟ شاهد المخططة مخطط لها مسبقا تكون حاسب. لا لا لا، مش مواعيد محددة، لا. في الحقيقة نتكلم ماذا؟ نتكلم على الأسئلة. نعم أحسنت يا سكينة. نعم ما شاء الله، إذا أحسنتم. نعم يا بندر. نعم يا أمل. إذا ريما، إذا اللقاءات التي تكون مخططة هي تكون فيها الأسئلة جاهزة من قبل وترتيب الأسئلة، وبالتالي تدار أو يدار اللقاء وفقا لذلك التخطيط. هذه اللقاءات المخططة. أما اللقاءات الغير مخططة فهي تكون مفتوحة. نعم أحسنت يا تركي، الأسئلة مفاجئة، هي وليدة اللحظة، وبالتالي يكون فيها تفاعل أكثر سلاسة مع المترشح، لأنه هو يتكلم ونحن نستقي السؤال من خلال كلام، فتكون فيه تفاعل وأكثر تحرر على مستوى اللقاء. لكن هناك سلبية، يصعب مقارنة المترشحين فيما بينهم، لأنه كل واحد فيهم كان لديه موضوع وأسئلة مختلفة تماما عن الآخر. إذن كل أسلوب فيه إيجابياته وفيه سلبياته. إذن هناك نوع ثالث في الحقيقة فيما يتعلق باللقاءات المخططة والغير المخططة، اللي هو ماذا؟ اللي هو يجمع بين الاثنين، واللي هو نعم أحسنت يا بشرى. نعم يا وليد، إذن هي اللقاءات أو المقابلات المختلطة اللي هي تجمع الاثنين في الحقيقة، تكون أسئلة محددة من قبل واضحة بالترتيب. نعم يا وفاء متزوجة، وعندما نشعر بأهمية الخروج عن تلك الأسئلة وربما التعمق في سؤال معين وطرح أسئلة أخرى فلا مانع في ذلك. إذن هي تجمع بين الاثنين. نوعية أخرى من المقابلات، نعم هنا مقابلات حل المشاكل، ممتاز. إذن اسم على مسمى، نعطي للمترشح أو المتقدم للوظيفة، نعطيه مشكلة ونحاول من خلالها أن نتناقش معه على تلك المشكلة وأن يبدي آراءه، ونستمع لها ونحاول أن ننظر من خلال تلك الآراء ومن خلال تلك الإجابة قدرة المترشح والمتقدم على حل المشكلة. نعم أحسنت يا شاهد. رقم 7 هي مقابلات الضغوط. شو المقصود بهذه المقابلات؟ نعم يا أمل أحسنتي، هي تكشف عن قدرة الشخص على تحمل الضغوط. إذا شو الأشياء اللي تتوقع تكون في مثل هذه المقابلات، مقابلات الضغوط؟ شو الأشياء اللي يقوم بها أسئلة مستفزة تقول بشر.
أعداد أسئلة مسبقة، امتصاص الغضب، أسئلة مجهزة، إيه مثل السب، ما وصلنا للسب فرحة، يشتكي علينا. نحاول نضغط شوية. نعم، وفي تقول مثلا هذه تصلح برجال الشرطة، لعب بالعصاب، نعم. مثلا شو الأشياء اللي ممكن نقولها؟ مثلا نقول إنه مؤهلاته ضعيفة، السي في اللي عنده ضعيف، لا نعتقد بأنه سوف ينجح في الوظيفة، ليس لديك شيء مميز، ما عجبت. حاول نستفزه ونشوف نشوف ردة فعله في الحقيقة، هل يغضب، هل يحسن تصرف، هل يمتلك نفسه، هذه الأشياء كلها مهمة. لكن في الحقيقة لابد أن نتحاشى هذه المقابلات قدر الإمكان، لأنه الهدف من المقابلة هي أن نتعرف على طبيعة الشخص كما هو. فإذا ما استفزيناه وحطيناه في وضعيات سيئة، فربما نحن نخرجه عن طبيعته وعن أصله، فبالتالي هذا لن يمكننا من معرفة الشخص كما هو. نحاول أن نتجنب هذا الأسلوب قدر الإمكان. إحنا ودنا ناس تشتغل معنا وتكون مبسوطة، مش ودنا ناس نرفسها في الاختبار والمقابلات، وبعدين لما نجي نشتغل معها نلقاها حاملة في نفسها منا. لا، ودنا تكون علاقاتنا معاهم طيبة قبل عند اللقاءات، وأيضا بعد التوظيف. خامسا، إذا في إجراءات التوظيف النقطة الخامسة هي مراجعة التوصيات والمذكين. ما المقصود بهذا؟ ما المقصود بالتوصيات والمذكين؟ الواسطة، غالية تقول لسانة، لا مش الواسطة، مش بالضرورة الواسطة. الناس اللي مدحوا الموظفين بشرى، نعم. في الحقيقة فيه نقطة في السي في مهمة ويلعب عليها الكثير حتى يضمن لنفسه أكثر حضور وأوفر الحضور في الاستقطاب، إنه يضع في السي في ماذا؟ التوصيات والمذكين، ويضع ربما التوصيات، ربما عنده شهادات ريكومنديشن، هذه توصيات، وربما ايضا عنده مذكين، عنده اسماء اشخاص يزكوا هذا المترشح. فانا عندما اكون اقيم هذا الشخص واجد هذه الاسماء، فمن الجميل ان اتواصل معها وربما اطلب منها رايها في هذا المترشح، وهذا ايضا جميل، لانه قد يكون عمل مع احد الاشخاص، احد منهم، وربما عنده صيت طيب وسمعته طيبه، فبالتالي واحد يتاكد. آخر نقطة في إجراءات الاختبار هي الكشف الطبي. هل الكشف الطبي يصلح لكل الوظائف أو لوظائف بعينها؟ شو رأيك؟ اختلفت الإجابات. هناك من قال لا لوظائف معينة مثل الفرحة وهوياء، وهناك من قال لكل وظائف مثل عفاف. هي في الحقيقة للكل، مش لبعض الوظائف، للكل، لأنه تعرفوا أن هناك أمراض معدة، يعني نوظف الأشخاص اللي عندهم أمراض معدة، وربما تشكل خطورة للبقية. لا، في الحقيقة نعرف أنه ربما البعض ممكن يقول ما ذنب الأشخاص اللي عندهم مثلا الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؟ لا، بالعكس، الكشف الطبي مش لهؤلاء الأشخاص، هو الكشف الطبي للجميع.
وتعرف أن القانون يشجع على توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، وعندهم ربما نسبة معينة على مستوى التوظيف، وهذا من حقهم أنهم يوظفوا ويوظفوا في الوظائف التي تتماشى مع إمكاناتهم. نعم، الكشف الطبي ضروري لأنه حتى نتأكد من أنه شخص خالي من الأمراض التي تضر بزملائه وتضر بالعمل. شاهد دكتور، بس دكتور ما كل الوظائف يطلبوها، إذا هم ما يطلبوها فهذا من حسن حظ البعض ومن سوء حظ الآخرين. بشرى تقول دكتور كل الناس الموظفين خضعوا للكشف الطبي. هو كمدير موارد بشرية لابد أن تطلب كشف طبي، لكن إذا الشركة ما تطلب كشف طبي ويدخل الشخص يكون مريض يأثر ولا ما يأثر؟ هو من حسن حظه أنه هو دخل الشركة، لكن من سوء حظ الآخرين أنه هو دخل. سوليف تقول ما أظن الكل اللي يستخدم الكشف الطبي بالتوظيف. كلامك صحيح، ولكن المفروض أنت يا سوليف هل ترضي انه في نفس الشركه يشتغل معك شخص عنده امراض معديه وخطير؟ ترضاها لنفسك ولا ما ترضاها؟ اذا ما نرضاها فلا بد ان نقوم بالعمل بالشكل الصحيح. هناك فرق بين العمل بالشكل الصحيح وما يوجد على ارض الواقع، وما يوجد على ارض الواقع ليس حجه للشيء الصحيح. إذا نمشي الآن للمحاضرة الرابعة عشر، والمحاضرة الرابعة عشر نتكلم عن وظيفة أخرى من وظائف الموارد البشرية ألا وهي الأجور. إذا ننتقل الآن للأجور ومع بعض المفاهيم الأساسية. إذا أول مفهوم هو المرتب. ما هو المرتب؟ ونقارن المرتب بالأجر. ما الفرق بين المرتب والأجر؟ إذا بندر يكون مقابل قيمة الوظيفة التي يشغلها الراتب الفرد. هما الاثنين مقابل، لكن هناك خصوصية، هناك فرق بين الاثنين. نعم أحسنت يا عزيزة، المرتب شهري والآخر يكون إما يومي وإما أسبوع. ممتاز جدا. إذا المرتب عادة شهري والأجر إما يومي أو أسبوع. أيضا من المفاهيم الأخرى، ما الفرق بين إجمالي الأجر وصافي الأجر؟ إجمالي الأجر قبل الخصم، نعم وفاء، وصافي الأجر بعد الخصم، نعم هذا هو ببساطة. إذا إجمالي الأجر هو قبل الاستقطاعات وصافي الأجر بعد الاستقطاعات. ممتاز. أيضا مفهومين اثنين آخرين، الأجر النقدي والأجر العيني، شو الفرق بينهم؟ النقدي مادي والعيني غير مادي. نعم يا هنا، ممتاز. نعم يا تركي. إذا النقدي كاش والعيني هو له قيمة مادية ولكن يأخذه بطريقة غير مادية. مثلا أعطينا أحسنت يا دانيا، كالسكن والعلاج، تأمينات، شاد، الملابس، العلاج، مواصلات. نعم أحسنتم. لو عندك وظيفتين، واحدة ربما 15,000 ريال وواحدة 20,000 ريال، شو تختار؟ شو
شفتوا تسرعت وتسرعت وجاوبت بسرعة. قراركم كان مبني على ماذا؟ مبني على الأجر الصرف النقد. وإيش دراك إنه الوظيفة اللي ال 15,000 ريال هذه فيها سكن وسيارة وبنزين وغيره وتأمينات في أي بي وغيره، ويكون قيمتها أكثر من 20,000 والأخرى ما فيها ولا شيء. شفتوا كيف وقعتوا في الفخ؟ فلابد أن الواحد ينتبه وما يختار إلا بناء على الأجر النقدي والأجر العيني الاثنين مع بعض. ممتاز، إذا بهذا نكون وصلنا لنهاية لقائنا اليوم. شكرا لكم، كل الشكر على الحضور والتفاعل وهذه الأجواء الطيبة، ونلتقيكم إن شاء الله يوم الأربعاء القادم. لكم مني كل التحية، دمتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.